طيب نكمل مع بعض وهندخل في البوابات المنطقية ونبدأ ببوابة النوت جيت. أولا النوت جيت هذه بوابة بتعكس السيجنال، يعني هذا هو السيمبل تاعها، وهذا اللي احنا بنسميه الفانكشن تيبل أو التروث تيبل تاعتها، يعني بتوضح لي إذا دخل عندنا واحد شو الأوتبوت تاعها صفر، وإذا دخل صفر هيعطينا إيه واحد. هذه هي بوابة النوت جيت اللي انا عايزين نشوف مع بعض هي من جوا كيف بتعمل كترانزستورات. اولا لاحظ احنا في عندنا هنا اثنين ترانزستور، هذا البيموس والانموس، ولاحظ انه هنا موصوله عندي في الارضي، والارض دائما صفر، وهذا اللي احنا بنسميه الهاي فولتج، ودائما موصول في ايش؟ في الواحد. الان اللي بده يتحكم في طبيعه المدخل المخرجات اللي هو المدخلات، فبقول لي هنا دائما وابدا وقتيش احنا بنعطي هاي فولتج للبوابه هان انموس والكوندكت، يعني هاي الانموس راح يوصل، كوندكت معناته يوصل زي كلمة سيمي كوندكتور اشباه الموصلات، والبيموس والنات كوندكت، يعني متى البيموس هنا كوندكت اذا بيجي صفر، واذا اجى صفر لانموس نات كوندكت، لكن اذا كانت واحد دخلت على الانموس كوندكت، واذا الواحد دخل على البيموس مش كوندكت، هاي معناته. فتعال نيجي بالاول على الرسمة هاي، طبعا احنا هاي عندنا ان اللي هو المدخلات، دخل واحد، لما دخل الواحد مين هو اللي كوندكت؟ البيموس ولا الانموس اللي حيشبك عندنا ويعمل كوندكت؟ الواحد، لكن هذا حتم عندنا ايش؟ مفتوحه. كلمه مفتوحه هان يعني الواحد اللي هان مش حيمشي بالتيار هيك لانها صارت مفصوله، السويتش هذا انفصل صار اوف. فنيجي نطلع هنا هذه صارت يعني شبكت وصارت عندي اون ونقلت عند الشحن اللي هي اللوجيكال صفر هنا ودخلت لي اياها ووصلت لي اياها ايه برا. فبالتالي اللي خلاها تنقل هنا هيك لان هذه المنطقه انشبكت، لان واحد واضح هنا ايش معناته انه كوندكت. فبالتالي احنا دخلنا واحد طلع عندنا ايه صفر. هذه اول حاله. الحاله الثانيه هنا تعال نطلع، لو دخلنا هنا صفر بالمقابل مين هو اللي كوندكت؟ الانموس ولا البيموس؟ لا البيموس اللي هو الكوندكت احنا زي ما شفنا هان. فبالتالي ما دام البيموس والكوندكت يبقى ايش اللي حيمشي في الاوتبوت؟ يبقى اللي حيجي الواحد حيمشي هيك وحيوصل هان وحيطلع هو في الاوتبوت، لكن هنا ما فيش شيء لانه هذا مفصوله اساسا، يعني فيش قيم حتيجي هان، واضح؟ فعشان هيك احنا هنا لما دخلنا صفر طلعت عندنا واضح واحد. هذا بيوضح لنا يعني احنا شوف فهمنا هان هي السيمبل تاعت النات وهذه هي اليه عملها، لكن من جوا كيف بتعمل؟ كيف لما نعطيها واحد تعطينا صفر وكيف لما نعطيها صفر تعطينا واحد من جوا كترانزستورات؟ هذا الكلام اللي شرحناه تو، واضح؟ لو عايزين طبعا نشوف الكلام هذا كتمثيل يعني كرسم، هذه هي رسمتها السيمبل تاعها، هذه كترانزستورات، وهذا طبعا منظر مين؟ اللي هي السيجنال كمدخل لها. لان فهمت انت هان هذا السيجنال شايف لما دخلت هنا هيك ايش عمل فطري؟ يعني لما اجى الواحد عندنا هنا زي هيك، هذا اول واحد اول ما دخل هنا عمل هذه ايش؟ كوندكت، فصارت عندي هذا الصفر هيك، صارت عندي هذه هي الصفر، عشان هيك نزلت السيجنال اللي هي اول واحد. بعدين لما اجى وراها نفس الشيء الواحد، لازالت الواحد، يعني هذا لازالت كوندكت، بعدين هذا صارت نفس الشيء الصفر اللي هي اللي وراها، لكن جينا هذا لما دخل الصفر هنا، هذه فصلت عندنا هنا هيك، خليني امحيها عشان اوضح لك. انفصلت هذا ايش اللي شبكت؟ اللي شبكت عندنا، طب هذا ايش موصول فيها؟ موصول الواحد زي ما احنا اتفقنا. فالواحد حيوصل هنا وهو اللي حيطلع هان، فصارت عندي هذه الواحد، وين الواحد؟ اللي هو طبعا اللي هو هيو، طبعا وتكمل انت اللي هو باقي السيجنال. هذا للتوضيح من جوا كيف آلية عمل النوت لوجيك جيت كترانزستورات. طيب اللوجيك جيتس اللي بعديها الاور، طبعا القانون هو احنا ما اختلفش، الهاي فولتج احنا بنعطيه للجيت، طبعا الانموس والكوندكت والبيموس والنات والعكس صحيح، لو لو فولتج اعطينا الانموس والنات كوندكت والبيموس والكوندكت، كلام واضح. تعال نيجي هنا نشوف مثال. الان لو جينا على بوابه الاور من جوا هنلاقيها مكونه من 1 2 3 4 5 6 ترانزستورات، تمام؟ الان نيجي هنا ال 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 المدخلات عندنا لما تكون صفر صفر حيعطيني صفر، ولما صفر واحد بعطيني واحد، ولما واحد صفر حيعطيني واحد، وواحد واحد واحد، بمعنى اخر يعني الحل الوحيد لما بيكون عند الاوتبوت صفر لما يكون المدخلات فقط ايه؟ اصفار. فلاحظ هنا حنيجي نجرب على سبيل المثال هاي، تعال نشوف لو هذه كانت صفر وهذه مثلا صفر. الان لما هذه الصفر مين هو اللي كوندكت؟ لاحظ هذا اللي كوندكت، انا هوصلهم مع بعض، ها؟ هل هذول كوندكت؟ لا. يبقى بالتالي حيجي عندي الواحد حيمر هنا هيك
وحيقلط هنا هيك، وهي الواحد وهي الواحد هنا هيك، وين حيروح؟ وحيروح هيك الواحد، وين الواحد؟ هذا الواحد، مين اللي كوندكت على الواحد؟ البيموس ولا الانموس؟ الانموس، ما دام الانموس كوندكت يبقى الصفر الارضي هو اللي حيمشي هنا هيك ويروح هنا هيك، لاحظ، وحيمشي في هاد ويطلع هناك، صارت عندي هنا ايه؟ صفر. واضحة النقطة هاي؟ فلما دخلنا احنا صفر صفر طلع عند الاوتبوت ايه؟ صفر. هذه أول واحدة. تعال نعمل الثانية بس للتوضيح، خليني بس أمحي في الأول. الآن لما إنه هذا صفر وهذا واحد، إيش اللي صار معي؟ اللي صار معي إنه هان اللي عندنا هذا كوندكت. هل هذا كوندكت؟ لا. إيش اللي كوندكت هنا؟ لاحظ معي، هذه هي تاعتك موصولة هنا هيك، اللي كوندكت عندي هنا هيك، هاي، شايف كيف؟ فبالتالي أنا عندي الواحد مش حيصل لهان، هو وصل لهان الواحد بس مش حيصل لهاد، والواحد اللي هنا اللي خلى هذه هي الكوندكت، لاحظ، يبقى عندي هنا حيصير هي الصفر، لأنه عند الصفر فتحت لها هيك ودخلت هنا. إذا هذا الصفر مين اللي كوندكت؟ هذا ولا الأنموس ولا البيموس؟ البيموس. فبدال هذا اللي صار كوندكت، يعني الواحد اللي هان هيو هو اللي حيمشي هنا هيك، وحتمشي في هنا السيركت واحد، وحتطلع لنا من هنا ايه؟ واحد. واضح؟ لو عايزين نعمل نجرب اخر مرحله اللي هي واحد واحد، بس للتوضيح خلينا نمحي بالاول، هاي نجرب واحد واحد. اذا كانت هذه واحد، هذه نوت كوندكت، طبعا نوت كوندكت، مين اللي كوندكت؟ هذا كوندكت وهذا كوندكت، لانه الواحد اللي هنا حيخلي هاد كوندكت، والواحد اللي هنا حيخلي هاد كوندكت. اذا هاد كوندكت يعني حيجي عندي هنا ايش؟ هنا الصفر، وبرضه عندنا نفس الشيء هاد الصفر، طبعا الاثنين اصفار، والاصفار حيخلوا اني واحد كوندكت اللي هي البيموس، يعني حتخلي الواحد هو اللي حيمر هنا هيك، وهو اللي حيطلع عندنا في الاوتبوت. عشان هيك لما دخلنا واحد واحد طلع الاوتبوت عندنا ايه؟ واحد. واضح كيف يعني شو اليه عمل الاور جيت من جوا؟ وهذا طبعا اللي هو الفانكشن تيبل تاعته او التروث تيبل تاعته، اللي بتوضح لنا ايش اللي حيدخل عندنا وايش اللي حيطلع منه، يعني هذا بتوضح لنا اليه عمل بوابه الاور. طبعا احنا نفس الشيء زي ما انت شايف، احنا لما رسمناه من هنا هيك، هذه الرسومات تاعته، هذا السيجنال وهذا السيجنال اللي في الريل لايف الطبيعيه. طبعا لاحظ هنا مثلا معطيني عندي هنا صفر وهنا واحد فرضا، فبالتالي هذا صفر هذا واحد، اذا هذا صفر يعني عندنا هذا كوندكت، وإذا هادي واحد هادي مش كوندكت، هذا اللي كوندكت، يعني هنا الصفر حيجي هنا هيك وحيطلع عندي السيجنال أنا واحد، لأنه هادي كوندكت. واضح؟ فما دام هادي واحد اللي هي يعني مين؟ أول وحدة زي ما أنت شايف، طبعا زي ما شرحنا في السلايد اللي قبل. طبعا أتوقع أن هنا الأمور صارت واضحة من جوا كيف آلية عمل اللوجيك جيتس. طيب، البوابة الأخيرة اللي هي الأند جيت، طبعا لاحظ كيف طريقة شبك الترانزستورات مع بعض بيختلفوا عن الهان، لاحظ كيف منظرهم بيختلفوا عن موضوع الان جيت. واحنا الكلام هذا حكيناه بانه اتفقنا بانه الترانزستورات هي العنصر الاساسي او الالكتروني اللي الماده الخام لبناء البوابه المنطقيه، لو شبكناهم مثلا بطريقه معينه حنحصل على بوابه نوت، بعدين بطريقه ثانيه حنحصل على بوابه اور، ولو شبكنا الترانزستورات بطريقه ثالثه مختلفه حنحصل على بوابه الاند، والكلام هاي اللي احنا شايفينه اساسا بالعين. طبعا احنا بوابه اند هو اللي هو السيمبل او الرمز تاعها زي هيك، وهذا هو الترو ستيبل تاعتها. الترو ستيبل بتقول انه الحالة الوحيدة اللي بيطلع الاوتبوت تاعها واحد لما يكون المدخلين عندنا هنا وحدات، هاي معناها. تعال نشوف الكلام هذا هنا هيك، تعال نجرب مثلا لما كانت هنا صفر وهنا واحد، اذا هذا الصفر معناته كلام هذا كوندكت، هاي واحد، وهذا عندنا لا هذا كوندكت لا، بعدين اذا هذا واحد مين اللي كوندكت هنا؟ هذا مش كوندكت، هذا اللي كوندكت، لاحظ. طيب فبالتالي عندنا ما دام هيك الصفر مش حيصل لهان، بصلش، مين اللي بصل لهان؟ الواحد، لأن الواحد ها صار عنده المجال مفتوح، الطريق فتحت هيها، فهنا حيمشي عندنا مين؟ الواحد. ما دام وصل الواحد هنا مين اللي كوندكت؟ الانموس، يعني حصير عندي هنا الصفر هي اللي حتيجي هيك، فبالتالي حيطلع عندنا هنا مين؟ الاوتبوت تاعها صفر. فبالتالي احنا لما ندخل صفر وواحد حيعطينا الاوتبوت صفر. واضحة النقطة هان؟ طيب الان تعال نشوف لو كان عندنا المدخلات واحد وواحد، يعني لما كان عندي هاي واحد وواحد مين اللي كوندكت؟ طبعا هذا مش كوندكت، الواحد بيعمل كوندكت لهاي، والواحد اللي هنا هيعمل كوندكت لهاي، طبعا هذول مش كوندكت، فبالتالي الصفر هو اللي حيمشي هان، لان الطريق هنا انفتحت، يعني الجسر عنده انفتح لإله، وهنا حيمشي عندنا هذه هي الصفر، والصفر لما يصل لهان مين اللي كوندكت؟ البيموس. ما دام البيموس كوندكت، فبالتالي الواحد اللي هنا
لاحظ كيف هو اللي حيمر هنا هيك، وهذا اللي حيطلع عنا في الاوتبوت. فهذه هي لاحظ دخل عنا 2 1، يعني 1 و1 حيطلع عنا الاوتبوت برضو 1. طبعا لتمثيل الكلام هذا احنا هذا لازم كنا نضيف السيمبل تاعتها، بس مش مشكلة، الامور واضحة. هذه هي الان الترانزستور ليفل للاند جيت، وهدول السيجنال اللي حيخش هنا هيك اللي احنا سميناهم باينري ديجيتال سيجنال. وكيف لما دخلوا هنا كيف حيصير منظرهم، يعني هاي اللو مع الهاي حيعطيني لو حسب آلية وطريقة تركيب الترانزستورات اللي هي بتكون بوابة الاند. فبالتالي شكل الاوتبوت تاعها طبعا حيكون حيختلف حسب آلية عمل بوابة الاند او اور او نوت. طيب الان ندخل في عالم بعد ما شفنا مع بعض البوابات المنطقية هاد، وشفنا طبيعة مدخلاتها وطبيعة مخرجاتها وليش لازم تكون باينري ديجيتال سيجنال، وشفنا كيف آلية عملها وكيف مركبين الترانزستورات مشبوكين مع بعض بطريقة معينة عشان يعملوا عمل بوابات البيزك اللي هو اللوجيك جيتس هدول. الآن هنا وصلنا للنقطة بأنه تمام، معناته كلام أنه احنا اتفقنا بأنه الباينر ديجيتال سيجنال هذا هو صار اللغة أو المادة الخام اللي بتعامل فيها اللي هي الحاسوب من جوا. هذا بس بدخلنا طبعا في سؤال تاني، طيب اذا كان الموضوع كله احنا حيكون عندنا اصفار ووحدات، وطبعا اصفار ووحدات نرمز يعني معناها لوجيكال صفر او لوجيكال واحد، يعني او شحنات عالية او شحنات متدنية، هي معناها مش انه بشكل ليترالي يعني اللي هو صفر او واحد. فبالتالي يعني اصبح انه كل شيء داخل الحاسوب حيكون عبارة عن شحنات عالية او واطية، يعني او صفر او واحد، يعني اسهل في اللفظ اسهل في التداول. معنات الكلام انه كل شيء احنا بنشوفه على الشاشة، كل شيء احنا بندخله من خلال لوحة المفاتيح لازم يكون عبارة من جوا عن شحنات كهربية، لازم يكون عبارة عن اصفار ووحدات. وهذا كلام صحيح بالفعل. نبدأ مثلا نيجي في التكس اللي احنا بندخله من لوحة المفاتيح، هذا حيترجم ويمثل جوا الكهرباء كشحنات كهربية اصفار ووحدات. الصور اللي احنا بنشوفها على الشاشة او اللي بندخلها من الفلاش الى اخره، الصورة اللي بنشوفها على الشاشة هي من جوا عبارة عن شحنات كهربية اصفار ووحدات. الصوت على سبيل المثال اللي احنا بنسجله الان، بسجلكم انا الصوت تاعي كله حيتخزن الان كاصفار ووحدات شحنات كهربية داخل الصوت، وبعدين حتطلع الشحنات الكهربية تترجم لموجات صوتية حتسمعها انت من خلال السماعات. فهذا بدخلنا على انه كيف بيتم تحويل الامور الثلاثه هذول، التكست والايمج والساوند وطبعا كل شيء، لكن هذول طبعا هم الاشمل، لشحنات كهربيه. طبعا الكلام هناخده بالتفصيل احنا في خلال الكورس، لكن احنا هنعطي فكره هان. فمثلا لو احنا عايزين ندخل هاي من السندر، عايزين نبعت من مكان لمكان للريسيفر، وحنبعت اللي هو الشحنات اللي هو كلمة كار. طبعا كلمة كار هذه السي الكابيتال سي انا بدخلها من لوحة المفاتيح، والاي بدخلها من لوحة المفاتيح، والار بدخلها من لوحة المفاتيح. لان السي هذا لما اوص على حرف السي حتنطلق انت مجموعة من الشحنات الكهربية اللي احنا بنسميها الاسك تاع حرف السي، ووراها اللي سوري احنا هاي السي، ووراها حرف الاي الاسك تاعها، ووراها حرف اللي هو الاسك او الشحنات الكهربية اللي بتمثل حرف الار، وحيتم نقلهم طبعا كشيء باينري ديجيتال سيجنال زي ما احنا شايفين، وحتنبعت هاي من السندر للريسيفر. فلاحظ احنا الكلام النصوص اللي احنا بنشوفه زي كلمة كار احنا هذا بنشوفه على لوحة المفاتيح مطبوعة عندنا، انما هي فعليا جوه حتكون مخزنة كشحنات كهربية. طبعا تترجم الاحرف اللي احنا شايفينهم من خلال حسب اللي هو الاسكي هناخد عنه بالتفصيل، ويترجم طبعا كله هذا كشحنات كهربية او باينري ديجيتال سيجنال، يعني اصفار ووحدات. الشق الثاني اللي هو موضوع الايمج، والايمج هنا طبعا كيف يتم تمثيل الايمج داخل الحاسوب. لاحظ طبعا انا فقط ماخد مقطع صغير، يعني هذا الرسم اللي هنا من جوا لما قعدت بدي اشوف عبارة كيف مثل داخل الحاسوب بس مقطع واحد، انما هو الحجم ضخم. يعني لاحظ هذه الصورة اللي هنا انا حتى كاتب الكلام هذا تقريبا 130 الف بت، يعني 130 الف بت اعتقد ميجا و تلت حاجة زي هيك، يعني 130 ألف بت، 130 ألف صفر وواحد لتمثيل الرسم هاي أو الصورة هاي. إيش الفكرة؟ الفكرة هان بأنه بيجي هو طبعا هذه الصورة اللي هان عبارة عن بيكسل، والبكسل اللي هي أقل وحدة اللي هو طبعا اللي احنا بنستخدمه احنا في الشاشة على سبيل المثال. طبعا مثلا جينا للنقطة هاي، هذه النقطة اللي أنا قصيت عليها هيك، هذه النقطة اللي هنا طبعا بقدر أمثلها الآن بأكثر من طريقة. هاي الثلاث طرق لتمثيل البكسل تاعت الصورة، إما هستخدم النظام تاع الجري،
او نظام الار جي بي او نظام السي ام واي كي لتمثيل البكسل الواحد. يعني هذه عباره عن كم من بكسل، هذه فيها بعرف شيء يمكن 2000 بكسل فرضا. الان كل بكسل هنا بلزمها يعني كود لها. نيجي نطلع اللون تاع البكسل هاي، مثلا لو احنا مستخدمين اللون اللي زي هيك، اما حتكون واحد من هدول حسب درجتهم من الابيض للاسود والتدرج زي ما انت شايف. الان هنا كل بكسل هنا بيلزمها كم من بت، 8 بت 1 بايت. يعني لو كان عندنا هنا 2000 بكسل، يعني 2000 في بايت يعني 2000 بايت، يعني او 2000 في 8 بت، تمام. هي حجم الملف اللي حيطلع معي. لكن لو مستخدمين احنا الار جي بي، الار جي بي حيكون عنده ملون الصوره، فبالتالي انا كل بكسل هنا بيلزمها كم من بايت، 1 2 3 طبعا، كم 2 3 يعني بنحكي على 24 بت. طب 24 ضرب 2000 بكسل، لاحظ حجم الملف حيكبر لكن الصوره تطلع عندي ملونه. تعال نشوف نظام السي ام واي كي، البكسل الواحده هنا حيلزمها 4 بايت يعني 32 بت. ف 2000 بكسل، 2000 بكسل هم حجم الصوره، ضرب 32 بت، فيطلع عندي حجم ملف اكبر بكثير من لما كانت بالار جي بي، او اكثر بكثير من لما كانت بالجري سكيل. فبالتالي لك نلاحظ هنا الدقة تاعت الصورة والألوان وتشبع الألوان يعني أوضح وأقرب إلى الحقيقة كل ما إحنا اعتمدنا الألوان زي هيك اللي هو الألوان الملونة. لكن طبعا هذا كل شيء له ثمن، يعني كل ما زادت الدقة تاعت الصورة ووضوح الصورة والألوان تاعتها وتشبع الألوان يعني زي السي ام واي كي، حيكون عندي حجم الملف أكبر بكثير من لما إحنا نشوف مثلا لو عملناها بالار جي بي، أو أكبر بكثير لما نعملها بالجري سكيل زي الاسود والابيض. واضح كيف بيتم تمثيل الصور داخل الحاسوب. فبالتالي بيجوا هم مع الصوره، الصوره عباره عن مقسمه من بيكسلز، وكل بيكسل هنا بيتم تمثيلها باحدى النظام المعتمد في الحاسوب، اما سي ام واي كي ار جي بي او. لكن في نهايه المطاف هذه الصوره لما تترجم داخل الحاسوب عباره عن شحنات كهربيه زي هيك، واضح؟ طيب المثال الاخير موضوع الصوت. الصوت اللي انا بسجله هذا كيف بيتم تمثيله داخل الحاسوب، وطبعا حنشرح الكلام هذا بالتفصيل المحاضره اللي جاي، لانه هذا بيوضح لنا بالضبط اليه تحويل الصوت اللي هو الانالوج لشحنات كهربيه. ولاحظ احنا هنا يعني مثال، احنا الكلام اللي بحكيه انا او الصوت هنا كلمه مثلا واو على سبيل المثال هي موجه صوتيه نفرت زي هيك، وهذا حيتم تمثيلها لشحنات كهربيه. طبعا حيمر بمراحل عشان نصل من الموجة الصوتية اللي هي بالانالوج هيك، لما نصل للمرحلة هي حنقول في مراحل السامبلينج والكوانتايزيشن والانكودينج الى اخره، واضح حنشرحه بشكل مفصل المحاضرة الجاية. لكن في نهاية المطاف اللي عايزين نفهمه من الرسمة هاي انه الصوت اللي احنا عنا بنشوفه اللي بنسمعه بالدين طبعا هيتم تسجيله عن طريق المايك، وهيتم انه بيدخل عنا في جهاز الحاسوب كشحنات كهربية. مين اللي بيحول الكلام هذا؟ اللي هو كارت الصوت. كارت الصوت هياخد الموجة الصوتية اللي انا بحكيها اللي هي الانالوج، بحولنا اياها لاصفار وحدات كشحنات كهربية. هيك احنا طبعا هنشرح الكلام هذا في المحاضرة الجاية، واحنا الان وصلنا لنهاية المحاضرة. بتمنى الامور انها تكون واضحة، وانا بحث كل الطلاب بانهم يحضروا المحاضرة هاي ويحضروا المحاضرة المساعدة، لانه قد تكون في تفاصيل احنا غفلنا عنها هان حتكون موضحة بشكل اكثر في الفيديو المساعد. نراكم ان شاء الله اللقاء القادم، ويعطيكم الف عافية.